السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي، قناة نصر ارت دي يو. اتمنى اللي يزور قناتي ويشوف الفيديو ويعجبه يعمل لي سبسكرايب ولايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. النهاردة معانا هنعمل عمل فني، هنعمل حاجة كده اكسسوار بس من الماظ المرة دي. الماتيريال اللي احنا هنحتاجه المتر الالماظ من ده بنجيبه من عند الخردوات، طبعا اللي هو الخردواتي طبعا اللي هو بيبيع حاجات الخياطة. المتر من ده ب10 جنيه، مش غالي يعني. وشوية استرصات دول برضو بيتباعوا عنده بالكيس، الكيس ب5 جنيه. معانا بقى شنطة اللي احنا بنجيب فيها الهدايا او بنجيب فيها، يعني دي كان فيها عسل، كنا جايبين فيها عسل. الشنط دي ما نرميهاش، هنحتاجها بس، ومسدس الشمع وشمع وخلاص. بصي يا حبايب قلبي، انا هقطع حته كده من الشنطه وهقطع 2 متساويين، وليكن مثلا الحجم ده كده. هنيجي على واحده منهم، هنيجي على واحدة منهم وهناخد ايه المظة من الكبار اللي هي دي مثلا كده. نروح لازقينها كده في النص، وعلى الداير بقى حواليها هنحاول نلزق الشكل ده، نحاول نلزق السلسلة او العقد الالماظ، الحبل الالماظ. كده بالقطاعة اللي هي دي النحاس، ونحاول نقطع بقى ايه كده. هنا بقربها لكم ايه، هنيجي بقى هنعمل اطولات. هنعمل اطولات ازاي يا حبايب قلبي؟ يعني مثلا انا قصيت حته اهو، دي كانت مقصوصه يعني، فانا هعمل دي كده في النص، تمام؟ كده نعمل بقى الاقصر، الاقصر منها. ونقص بقى من كل طول، احنا هنقصه 2، نعمل بقى اقصر برضو، نعمل من الاقصر 2،
طبعا الشمع على القماش اللي انا بعمله ده عمره ما هيطلع. طيب نكمل بقى، هنيجي بقى نعمل ايه، نيجي برضو بالمسدس الشمع اهو. انا ما بقى مش راضي افصل يا جماعة عشان تشوفوا بس ايه. ونيجي برضو تحاولوا ما تخليهاش تتقلب معاكم. ده يتلبس في مناسبة مثلا في فرح عروسة تلبسه. انا هكمل وهرجع لكم تاني. خلاص انا خلصتها اهو يا حبايب قلبي، انا اكتفيت بالشكل ده بس، يعني اكتفيت بالحجم ده. هاجي بقى بمقص، مقص يكون صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي بقى هنقطع مثلا طول السلسلة او طول الحد اللي احنا عايزينه مثلا كده. الطول ده مثلا، يا اما نقطعها دي نصين ونعمل لها دليات وعلقات من هنا، يا اما هنشبكها كده فيها وهتبقى الشكل كده احلى. فاحنا هنيجي نعمل ايه بقى، هنقوم قلبينها كده بالظبط، هنوسطنها بالظبط كده، يبقى دول قصاد ال، وهنيجي بالسلسلة وهي مقلوبة يعني كده كده اهو اهي. وهنقوم بمسدس الشمع هنيجي برضو الطرف الثاني وهي مقلوبة لتحت، يعني الألماس وشه لتحت كده اهو. طبعا الطول بيرجع لكم انتوا. نخلي الحته التانية التايخينه لفوق اهي. نقص بقى الزيادات اللي في الجريده اللي احنا عملناها. شكله نظيف. وانا هوريك انا هعمل فيها حاجة تانية لسه من ورا عشان اداري برضو ايه القص والحاجات دي، ده عشان افنش الشكل من ورا، يبقى من ورا شكله برضو ايه شيك وحلو. من الخلف كده. يبقى احنا خلصنا السلسلة اهي،
وانا اوريها لكم على الستاند وتشوفوها وتقولوا لي رايكم ايه. ايه يا حبيب قلبي، بس بقى لما ينشف قوي نحاول نشيل الشمع وكده. يبقى خلصنا فيديو النهارده، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.